تقول هل من نصيحة لمن يحرمون النساء من الميراث؟ الله جل وعلا جعل الميراث حقا للرجال والنساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فالمرأة لها حق من الميراث على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما الذين يحرمونها من الميراث هم أهل الجاهلية قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فتقرر حق المرأة من الميراث، ولا يمنعه إلا ظالم، لا يمنعه إلا ظالم. وجاء في الأثر أو في الحديث أن من منع أحدا من ميراثه فإن الله يمنع ميراثه من الجنة، نسأل الله العافية. فلا يجوز منع النساء من الميراث الذي جعله الله لهن.